يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد، فأنت نور الهدى في كل منسلك، وأنت سر الندى يا خير معتمدي، وأنت حقا غياث الخلق سيدهم، وأنت هادي الورى لله ذي السدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا، للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. في هذا المقطع نستعرض لكم أهم المصادر التاريخية في وصف الحجرة الشريفة، ولكن قبل أن نبدأ اثبت وجودك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يطلق الاسم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقيم فيه مع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقد أكرم الله تعالى عائشة بأن جعل في حجرتها قبر النبي محمد وصاحبيه الصديق والفاروق رضي الله عنهما، وتقع الحجرة الشريفة شرقي المسجد النبوي الشريف، وكان يفتح بابها على الروضة الشريفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رأسه لعائشة رضي الله عنها تسرحه وهو معتكف بالمسجد. ولما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى كان في حجرة عائشة، لأنه استأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولما توفي النبي تبادل الصحابة الرأي في المكان الذي يدفن فيه رسول الله، فقال الصديق رضي الله عنه إنه سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي يدفن حيث قبض، فدفن في الحجرة، وكان قبره في جنوبي الحجرة الشريفة، وظلت عائشة رضي الله عنها تقيم في الجزء الشمالي منها، ليس بينها وبين القبر ساتر. فلما توفي الصديق رضي الله عنه أذنت أن يدفن مع النبي محمد، فدفن خلف النبي صلى الله عليه وسلم بذراع ورأسه مقابل كتفيه الشريفين، ولم تضع عائشة رضي الله عنه بينها وبين القبرين ساترا، وقالت إنما هو زوجي وأبي. وبعد أن توفي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أذنت أن يدفن مع صاحبيه، فدفن خلف الصديق بذراع ورأسه يقابل كتفيه، فعند ذلك جعلت عائشة رضي الله عنها ساترا بينها وبين القبور الشريفة، لأن عمر ليس بمحرم لها، فاحترمت ذلك حتى بعد وفاته رضي الله عنهم جميعا. أما فاطمة رضي الله عنها فليس قبرها في الحجرة الشريفة كما يذكر بعض المؤرخين، بل دفنت في بقيع الغرق. روت كتب التاريخ الإسلامي 5 محاولات لسرقة القبور الثلاثة المدفونة في الحجرة النبوية، وهي: الأولى حدثت في بداية القرن 5 الهجري بإشارة من الحاكم بأمر الله وعلى يد أحد جنوده ويدعى أبو الفتوح، وذلك بنقله إلى مصر، وانتهت بريح أرسلت كادت تزلزل الأرض من قوتها، فعرف أبو الفتوح بأنه كان على خطأ فرجع إلى مصر تائبا. المحاولة